ورحمه الله تعالى وبركاته من دار التنميه بمدينه عبد الله تحت تاثير الاستاذ المحترم الكبير الفنان محمد النجاري الذي اعطانا يعني النخبه الاستاذ يوسف سيصبح استاذ ان شاء الله ان شاء الله والمتدربه النبيله وداد. يا سلام. إذن في موشح ملكة الله أكبر. يلا تفضلوا. الله أكبر. واحد يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم سيدي يوسف قول لي اش كتقول الناس اللي كيحبوك وغيتبعوك وعرفوك بينا 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 شحال كدير العود باقي ما كملش الشهر استاذ الاسبوع الثاني ديالي الاسبوع الثاني اذا الاسبوع الثاني وهذه الحصيله هذه زعما لا تبارك الله اش كتقول الناس اللي كيحبوك وغادي يتبعوك استاذ اش كتقول زعما كاع الناس اللي كتحب الموسيقى ماشي شي حامين يتعلموا يديروا هوايه حياتهم موسيقى راه تمرير العقل ومزيانه الموسيقى مرحبا بك واللي لاحظت استاذ نعم يوسف عنده صوت جميل الله اكبر يخدم على الصوت اياه والعزف اذا اذا يعني الاثنين معا اذا عنده مستقبل في الموسيقى شكرا لك حتى يا استاذ الكريمه على هذه الملاحظه الاستاذه وداد اش كتقولي دابا الناس اللي كيحبوك وهما راه كيحبوك دابا عاد يحبوك اكثر لان تبارك الله دابا كدير العود وكدير الورق وانت بديتي في الكمان اش كتقولي يا استاذه دابا تاتيه اش كدير الموسيقى حيت هي رياضه العقل واش خلي زعما في الدراسه تكون اكثر تركيز اكثر وحتى انا بدوري ودوري حتى انا كنرحب بكم وتبارك الله عليكم وكنتمنى لكم انتم مستقبل زاهر ان شاء الله وشكرا لكم جزيلا